قبل نحو 3 ساعات من غلق مركز الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، بلغت نسبة المشاركة بالتصويت 38%. رئيس مجلس المفوضية عمر أحمد قال خلال مؤتمر صحفي إن الخطوة التي ستلي غلق الصناديق تتمثل بإكمال إجراءات الفرز والعد الإلكتروني في المحطات، ثم إرسال النتائج إلى المركز الوطني، بالإضافة إلى إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي. وتوقعت مفوضية الانتخابات أن ترتفع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن غلق المراكز سيكون في الساعة 6 مساء ولا يوجد تمديد لوقت الاقتراع. تابع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تنفيذ خطة تأمين الاقتراع الخاص من مقر قيادة العمليات المشتركة. وطلع السوداني على الموقف الأمني والانتخابي داخل مدن الاقتراع من قادة عمليات المحافظات، مشددا على بذل أقصى الجهود لتوفير الأجواء الآمنة وضمان نجاح الانتخاب، وفيما جدد توجيه قادة الأمن والعسكر بعدم ممارسة أي ضغط أو تأثير في خيارات المنتسبين، أكد على اتخاذ أعلى مراحل الاستعداد للتصدي لأي خرق أمني يهدف إلى إرباك العمليات الانتخابية. وفي تصريح ليو تي في، قال رئيس خلية الإعلام الأمنية لواء تحسين الخفاجي إن التنسيق على المستوى بين جميع القطاعات في سير عملية التصويت الخاص، مؤكدا تسهيل التنقل للناخبين حتى عن طريق المطارات. طبعا احنا عددنا خطة تحتاج إلى تنسيق عالي كبير جدا، لأنه لدينا واجبات أمنية ولدينا عمل ولدينا أيضا تصويت. حقيقة اليوم لحد هذه اللحظة احنا معاكم، لم يؤشر لدينا أي حالة تستدعي أن يعلن عنها في الإعلام، لا يوجد أي تقيد أو تحديد للحركة بين المحافظات، بالعكس احنا سهلنا هذا الأمر لكون حتى المطارات المنافذ الحدودية سهلنا لكي يكون هناك آلية سرعة وصول الناخب. هناك بعض الناخبين يؤدي صوته ويذهب مرة ثانية من حقه، وهذا يعتبر نوع جديد لأول مرة. مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية لواء خالد المحنة قال ليو تي في إن الوزارة لم تسجل أي خرق انتخابي أو أمني في عمليات التصويت الخاص، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من المراكز تفيد بحضور كثيف للتصويت. الحضور كثيف جدا، رغم أنه هنالك تعليمات بضرورة أن يكون هنالك وجبات للقوات الأمنية، لكن أعتقد هذا التكدس هو نابع على أن هنالك رغبة ونية صادقة لمنتسبينا وضباطنا على وجوب الحضور المبكر لإيمانهم بهذا اليوم. لذلك هي صورة حقيقية ناصعة، ويوم آخر من أيام الشعب العراقي وعيد عرس انتخابي حقيقي. جميع التقارير التي تردنا من كل مناطق البلاد، الموضوع تم بنفس الوتيرة ونفس الهمة من قبل أبناء قواتنا الأمنية، وهذا مؤشر على أنه هنالك إرادة حقيقية وواعية تجاه إنجاح العرس الانتخابي. لا يوجد أي خرق، على العكس أن هنالك انسيابية وهنالك سهولة كبيرة في عملية التنقل وفي عملية الوصول إلى المراكز الانتخابية. المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي قال أن خطة حماية التصويت الخاص تشهد انسيابية وسط إقبال واسع على مراكز الاقتراع، مشيرا إلى وجود جدولة لإدلاء المنتسبين بأصواتهم. كثير من مراكز التصويت الخاص كانت الساعات الأولى موفقة للأجهزة الأمنية، كان حضور منظم. أنتم تعلمون والجميع يعلم أن هناك جدول لعملية حركة الأجهزة الأمنية على شكل 3 وجبات. الوجبة الأولى هي تذهب إلى التصويت، والثانية تكون في الاستعداد، والوجبة الثالثة تصوت. كل الأمور تسير ضمن ما مرسوم لها، لم نسجل أي خروقات. ما ميز الخطة هي الانسيابية، كانت حركة التنقل طبيعية جدا. كنا في أحد المراكز، هناك إقبال شديد جدا من الأجهزة الأمنية، سواء في صفوف الشرطة الاتحادية، باقي الصنوف، باقي التشكيلات. إجراءات المفوضية أيضا سريعة ورائعة ولا يوجد أي تأخير.
قالت نبراس أبو سودة مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات ليو تي في إن الإجراءات الفنية في عملية الاقتراع الخاص تحققت وفق المخطط له مع عمل أجهزة التصويت بسلاسة، مشيرة إلى وجود نسبة إقبال كبيرة من المنتسبين والنازحين. فنيا صارت الأمور وفق ما مخطط لها، جميع الأجهزة تعمل الحمد لله بسلاسة، أيضا إجراءات الاقتراع التي وضعتها المفوضية لم تسجل عليها مشاكل لحد الآن. هنالك إقبال كبير حقيقة من قبل منتسبي القوات المسلحة وأيضا النازحين، يعني هنالك إقبال جيد جدا. أبرز ما يميز إجراءات الاقتراع الخاص حتى الآن أنها تسير بانسيابية كاملة وفق المرسوم لها من مفوضية الانتخابات والحكومة الاتحادية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ثلث القوات المسلحة العراقية في التصويت وثلثان في الواجب. بهذه الآلية أطلقت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجالس المحافظات عبر التصويت الخاص للقوات المسلحة والنازحين. جل المعطيات الأولية تؤشر زخما كبيرا بعدد المصوتين وإقبالا مشجعا في انطباع إيجابي يمهد لنجاح الاقتراع العام المحاط بالتحديات. احنا لو ما نتوقع انه يسوي تغيير ويسوي لنا شيء للنازحين احنا ما كنا نجي على الملك، فعلى قوه الصوت مالنا واشجع كل النازحين وكل اقربائي وناس بداخل المخيم يدلون صوتهم حتى يسوون شيء. مفوضيه الانتخابات اكدت ان اجهزه الاقتراع تعمل بانسيابيه ولم تسجل أي ملاحظة أو خلل في أدائها حتى الآن، في ظل تسخير الحكومة إمكانياتها المادية واللوجستية لتدارك ثغرات حدثت في انتخابات سابقة. يبلغ عدد مراكز الاقتراع الخاص 565، 35 منها للنازحين لاستقبال نحو 1,000,000 منتسب و48 ألف قاطن في مخيمات النزوح. وفي أرقام غير مسبوقة يشارك أكثر من 1,000,000 شخص في إدارة عملية الاقتراع ومراقبتها وتغطيتها إعلاميا لإنجاح الانتخابات المحلية. إذن ننتقل الآن إلى شبكة مراسلينا من بغداد حيدر البدري ومن النجف حسام الكعبي ومن الأنبار نبيل عزامي، أهلا بكم. إذن أبدأ معك حيدر. حيدر، حدثنا عن آخر المستجدات وعن نسب المشاركة حتى الآن. نعم، أهلا بك وبكل من يشاهد يو تي في. الحقيقة أنه حسب ما وردنا الآن من فوضية أنه نسبة المشاركة قد تتجاوز 40% في محافظة بغداد، وقد تجاوز هذه النسبة أيضا في عموم البلاد مع بقاء أقل من ساعتين على غلق الصناديق. لا تمديد لوقت التصويت، ستكتفي أنه الصناديق مبرمجة على الساعة 6 سوف تغلق ولن تستقبل أي ورقة اقتراع جديدة. بصورة عامة الحضور متفاوت إلى مراكز الاقتراع، نشاهد في وقت معين أن هنالك توافد كبير وفي أوقات أخرى تقل أعداد الحاضرين، وذلك بسبب تقسيم العناصر الأمنية وقوات الجيش العراقي على وجبات لغرض أنه تصوت وجبة فتعود الوجبة البديلة لها، وهكذا 3 وجبات في كل وحدة عسكرية أو إحدى الوحدات التابعة إلى وزارة الداخلية. لم تسجل أي خروقات أمنية منذ فتح العملية الاقتراع عند 7 صباحا حتى هذه اللحظة، وأيضا ما أنه الخطة الأمنية تسير بشكل جيد كما يقول القائد الأمني، وكما رصدناه هنا أيضا نحن في منطقة المنصور لا نشاهد أي علامات لغلق الطرق مثلا أو للتجديد الأمني المبالغ به. القوات الأمنية تتواجد بالقرب من مراكز الاقتراع فقط وفي محيط ربما لا يتجاوز 100 متر بالقرب من مراكز الاقتراع. الحركة في الشوارع طبيعية وسلسة جدا، وحتى الوصول إلى مراكز
الانتخاب الاقتراع الخاص هو وصول سلس جدا، حيث لا نشاهد الكثير من السيطرات على سبيل المثال أو القواطع القطوعات الأمنية أو غيرها. بصورة عامة تتجه الأمور نحو الساعة 6 مساء مسجلة ربما نجاحا يحسب للقائمين على الانتخابات وهي المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب ما ذكرناه من انسيابية عالية، من كثافة في التصويت، من عدم حدوث أي أخطاء فنية في عمل المفوضية. لم نشاهد الكثير، يعني هنالك حديث عن أجهزة قد توقفت في عكاشات وربما أيضا أخرى في منطقة النهروان، وهذا شيء يعني جديد على الانتخابات العراقية. لا توجد الكثير من الأخطاء أو التوقف في الأجهزة، خاصة مع وجود خطط بديلة كما ذكرت لنا المفوضية يتم معالجة الخطأ بالسرعة الممكنة. بصورة عامة رويدة ننتظر 6 مساء حيث ستغلق الصناديق، وبالتأكيد سنكون معكم في ذلك التوقيت. لن يكون هنالك أي إعلان عن النتائج للاقتراع الخاص هذا اليوم، سيؤجل الإعلان عنها حتى ظهور نتائج الاقتراع العام بعد 24 ساعة، أي تحديدا يوم الثلاثاء المقبل، يعني بعد غد هي الانتخابات يوم الثلاثاء في الساعة 6 عصرا كأقصى حد، ولكن ستتم عمليات العد والفرز اليدوي داخل مراكز الاقتراع للصناديق كما ثبت في قانون انتخابات مجالس المحافظات. شكرا حيدر. أنتقل إلى حسام الكعبي من النجف. حسام، حدثنا، هل تم رصد أي عطل في الأجهزة أو خلل في عملها؟ نعم يا فاطمة، يعني يوم ديمقراطي يسير بانسيابية كما رسمت له الجهات المسؤولة عن تنظيم يعني الانتخابات، إذا كانت يعني المفوضية المستقلة أو الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين بيئة آمنة ليوم الاقتراع الخاص وحتى العام. يعني نتحدث عن 26 ألف منتسب شارك في لحد هذه الساعة، نصف هذا العدد يعني، وبحسب مكتب انتخابات النجف يقول أن النسبة قد تجاوزت 50% في محافظة النجف، وهذا ربما يسجل يعني جزءا من يعني الأخبار التي ربما يعني تجعل من الناس أن يشاركون في الاقتراع العام. لذلك الأمور هنا تسير بشكل انسيابي جدا، الأجهزة الأمنية وضعت خطتها وإلى هذه اللحظة هي بالفعل نجحت، لا خروقات ولا مشاكل فنية، لا خروقات أمنية ولا مشاكل فنية في عملية التصويت الخاص. تحدثنا مع عدد من مراقبي الكيانات وقالوا أنهم لم يرصدوا أي عملية تجاوز أثناء إدلاء المنتسبين بأصواتهم. يعني منذ الساعة 7 إلى هذه اللحظة أعداد يعني تتوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتهم بشكل يعني ديمقراطي. مفوضية الانتخابات ربما نجحت في النجف وهذا يسجل لها، وأيضا للأجهزة الأمنية التي يعني بدأت بخطتها الأمنية منذ أيام وأيضا كثفت من جهودها خلال عملية التصويت الخاص. الحياة أيضا الأخرى، حياة الناس العامة تسير بشكل انسيابي وطبيعي جدا، لا قطوعات في الشوارع العامة، والمواطنون يمارسون حياتهم الطبيعية ويستعدون لإجراء الانتخابات العامة أو الانتخابات المحلية العامة بعد يوم غد. إلى هذه اللحظة ننتظر يعني الإعلان النهائي عن نسبة المشاركة، لكن يعني كلما اقترب الوقت من الساعة 6 مساء نشاهد أن أعداد المنتسبين تتزايد يعني بالقدوم إلى مراكز الاقتراع، وهذا يؤشر ربما أن النسب ستتجاوز 50% وأكثر، ربما حتى تصل إلى 60 أو 70% حسب ما نقرأه ونشاهده في مراكز الاقتراع يا فاطمة. عم شكرا حسام. أنتقل إلى الأنبار نبيل عزامي. نبيل، حدثنا عن آخر المستجدات لديك، كيف هي أعداد الوافدين للإدلاء بأصواتهم حتى الآن؟
فاطمة، إذا أردنا أن نتحدث عن أعداد الوافدين إلى المركز الانتخابي الذي نحن الآن فيه داخل مدينة الفلوجة، فهي أعداد مستمرة تتوافد إلى هذا المركز دون انقطاع حتى عند ساعة الذروة وفترة الاستراحة. لاحظنا أن الأفواج ما زالت مستمرة، وها هي الأفراد كذلك من منتسبين ومن ضباط يأتون للتصويت واختيار المرشح الخاص بهم دون أي قيود. طبعا أشير إلى فاطمة إلى أن هذا المركز وصل عدد من المسؤولين الأمنيين رفيعين مثل الفريق الركن سعد العلاق المشرف العام على الانتخابات داخل محافظة الأنبار وقائد شرطة الأنبار، وصباحا كذلك وصل قائد عمليات الأنبار. اللافت للنظر أن هذه القيادات لم تدخل داخل المركز الانتخابي، ربما هي إشارة ورسالة إلى إعطاء حرية ومساحة لجميع القوات الأمنية والمنتسبين باختيار مرشحيهم الخاصين بهم دون أي ضغط. هذا من جانب. من جانب آخر، على المستوى الفني لم تسجل المفوضية سوى حالة واحدة، وهي توقف عدد من الأجهزة في منطقة عكاشات أقصى غربي الأنبار، والفريق الفني وصل إلى تلك المنطقة وعالج المشكلة واستأنفت عملية التصويت في تلك المناطق. على المستوى الانتهاكات والخروقات التي سجلتها المفوضية وحتى الأجهزة الأمنية، ألقى الجهاز الأمني الوطني على عدد من الأشخاص الذين كانوا يروجون لمرشحين قرب مراكز انتخابية في مدينة الفلوجة وفي مدينة الخالدية قضاء الحبانية، وتم اقتيادهم واتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية بحقهم. نعم. هذا على المستويين. المستوى التصويت يعني بلغت النسبة، المركز الذي أنا فيه تجاوز 1000 مصوت من أصل 1800 ناخب يحق لهم التصويت، وهي نسبة مرتفعة جدا، ربما تصل إلى أكثر من 54% مشاركة فاعلة، يراها حتى الشارع الأنباري بأنها تساهم وتعزز من المشاركة في الانتخابات العامة بعد يومين. لكن بالمجمل لا تعول هذه النسب على النسب التصويت العام، بسبب أن القطاعات العسكرية والتصويت الخاص ربما يشد بعضهم البعض للمشاركة، وهذا ربما لا يندرج تحت التشجيع الذي يكون ربما غير متاح خلال التصويت العام. شكرا لكم زملائي. من جانبه، قال المستشار الإعلامي لقيادة عمليات البصرة العقيد صادق الكناني إن 3 أطواق أمنية تحيط بكل مركز تصويت لحمايته. وضعت قيادة عمليات البصرة قبل إجراء موعد الانتخابات بمدة يعني خطة أمنية متكاملة. هذه الخطة خطة مرنة جدا، لا توجد فيها قطعات للشوارع ولا توجد فيها زحمة للمواطنين. خطة أمنية متكاملة تتكون من 3 أطواق لكل مركز انتخابي موجود في محافظة البصرة، وهذه الخطة تتمثل بقوات الجيش العراقي للطوق الثالث ولكل مركز انتخابي، وأيضا قوات الشرطة المحلية للطوق الأول، وقوات الداخلية الأخرى يعني للطوق الثاني. خطة أمنية متكاملة وضعت منذ مدة ولا توجد فيها أي خروقات، والحمد لله مثل ما تشوفون اليوم أجري عملية الاقتراع الخاص بصورة سلسة وبصورة جيدة ولا توجد فيها أي مشاكل إن شاء الله. بالنسبة لنقل المنتسبين المقترعين أيضا وضعت خطة بهذا الخصوص. هذا الخطة تمثل بنقل المنتسبين على شكل 3 أو 4 مراحل، كل وجبة تدخل مراكز الاقتراع تنتخب، ومن ثم تليها الوجبة الأخرى وهكذا. وفي البصرة أيضا كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات حيدر السيلاوي عن تفاصيل سير عملية التصويت الخاص، مشيرا إلى أن من الإجراءات المتبعة سحب بطاقات الناخبين من المنتسبين بعد التصويت لإرسالها إلى وحداتهم. جرى التصويت الخاص بمحافظة البصرة، افتتحنا 28 مركز اقتراع على عموم محافظة البصرة بواقع 124 ألف محطة. عدد المنتسبين يتجاوز 50 ألف منتسب. طبعا جرت الأمور بانسيابية تامة، كنا في جولة على مراكز الاقتراع، الأمور جرت بانسيابية لحد الآن، النسبة إن شاء الله جيدة. أجهزة التصويت حملت كلها الساعة 7 صباحا، لم تكن هناك أي مشكلة في أجهزة التصويت، والكاميرات كذلك لم تكن هناك أي مشكلة. المشاكل ظهور الاسماء، او احنا تم مصادقه الاسماء من قبل بعد التنسيق مع وزاره الداخليه والدفاع، ويوجد بعض المشاكل القليله وتم تلافيها ان شاء الله. راح يتم سحب بطاقات المنتسبين، وراح يتم بعدين توزيعها على الوحدات العسكريه، يتم توزيعها على المنتسبين.
وفي نينوى أكد قائد الشرطة لواء فلاح الجربة نجاح تجارب الخطة الخاصة بتأمين عملية انتخابات مجالس المحافظات وسط إقبال كبير من الناخبين على التصويت الخاص. اليوم بدأ التصويت الخاص للأجهزة الأمنية تشمل وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية. والصورة اليوم اللي تشوفوها هو إقبال شديد على التصويت، والعملية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح إلى الوقت المقرر هو الساعة 6. الخطة الأمنية كاملة وضعت ومورست أكثر على من مرة في الأشهر الماضية وتكللت بالنجاح، ومتابعة قبل رئيس اللجنة الأمنية العليا وفي المحافظة وفي بغداد. انتخابيا، قال مسؤول إعلام مفوضية نينوى سفيان المشهداني أن نسبة التصويت في الاقتراع الخاص بلغت أكثر من 42% حتى منتصف نهار اليوم. بعد التقرير اللي وصلنا في منتصف النهار والحمد لله وصلنا إلى أكثر من 42% من نسبة المصوتين في عموم محافظة نينوى، بلغ العدد أكثر من 42 ألف مصوت في عموم محافظة نينوى. النسب متفاوتة من مركز إلى آخر، ولكن هاي إحصائية كاملة ل 49 مركز اقتراع في عموم محافظة نينوى، وإن شاء الله هذا بالمنتصف، وفي نهاية اليوم سيكون هناك إن شاء الله النسب عالية وجيدة. لا يوجد هناك أي خروقات، لا يوجد هناك أي عطلات، ولهذا الأمر يمشي بشكل انسيابي، بشكل جيد، بشكل طبيعي، ولا وجود لأي خرق ولا يوجد أي عطلات في الصناديق. قال قائد عملية سامراء لواء علي المالكي أن بعض أسماء المنتسبين لم تظهر في التصويت الخاص وأنهم سيمنحون إجازات للانتخاب في الاقتراع العام. المفوضية أنه أسماء ما جاي تطلع عندنا، ما تظهر عندنا للقطعات اللي موجودة ضمن قيادة العمليات، أسماءهم موجودة بالتصويت العام. هؤلاء اللي موجودة أسماءهم في التصويت العام راح يمنحون جائز يروحون يصوتون ضمن مناطقهم الخاصة بهم، فراح تصير مداولة، قد يكون تجي موافقات بأنه نفتح محطات خاصة بهؤلاء الأشخاص اللي ما ظهرت أسمائهم حتى ينتخبون ضمن الأقضية الموجودة ضمن قاطع عمليات سامراء. المراكز المخصصة للتصويت الخاص هي 4 مراكز في سامراء تحددت لقطاعات الشرطة الاتحادية وكذلك الجيش وكذلك قطاعات الحشد والشرطة المحلية الموجودة ضمن قيادة عمليات سامراء. قائد عملية كركوك اللواء الركن صالح حرز كشف عن تنفيذ عمليات استباقية ومسك الأرض بالتزامن مع المشاركة في الاقتراع الخاص. اليوم الساعة 7:16 بدأ العسكريين بمختلف الصنوف والوزارات بالاقتراع الخاص. عدد المراكز تقريبا 26 مركز. أجرينا زيارات لقسم من المراكز، الانسيابية واضحة بالشارع، لا يوجد حظر، لا توجد إملاءات على العسكري، له حرية الاختيار والأمور جيدة. الوضع الأمني طبعا أكو قسم من القطاعات ماسكة للموضوع والقسم الآخر ينفذ عمليات الاستباقية والقسم الآخر يقترع الآن. وصلنا إلى نهاية النشرة ومستمرون معكم في مواكبة انتخابات المجالس، نلتقي على رأس الساعة.